شو عم تستني يا توينكا؟ طبقي الخطة رقم 420. إذا ضلينا ساكتين هيك رح نطول بقعدتنا. خلينا نحكي شوي. أنا رح بلش. منحكي عن الهوايات؟ بصراحة أنا في عندي هوايتين. الأولى أني بحب طعمي الفقرة، والثانية أمسي توينكل. شوفي، رح كون صريح معك، نقطة ضعفي الوحيدة البنات. شو حكيت؟ مو العاديات. شو؟ البنات الحلوات. أنا رح أشرح لك. بقصد بهالكلام إنه البنت لازم تكون حلوة كتير، وإلا رح يكون يومي تعيس، مفهوم؟